جمهورية مصر العربية وأيضا من دولة الكويت الشقيقة المميز والمربي الرائع الأستاذ طلال النصف، وأيضا من سويسرا السيد أوس بخر، لهم منا جميعا كل التحية والتقدير. مسؤول ميدان الدكتور محمد محسن، لك منا كل التحية والتقدير دكتور محمد. نستقبل الآن مع لجنة الانضباط الرائعة برئاسة الرائعة السيدة باربرا، لها منا كل التحية والتقدير من سويسرا، وأيضا السيد بارت باكرز من بلجيكا، والدكتور عبد الوهاب بن علي عميرة من الإمارات العربية المتحدة. نرحب بكم جميعا، وأيضا السيد فادي منصور والسيد فادي رضا والسيد منصور رضا، لهم منا كل التحية والتقدير. نبدأ باستقبال الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات في هذه الأثناء. Ladies and gentlemen, I would like to welcome all of you to second Qatar Arabian Horse Breeding Cup. So we will start now with the class 7 mares from 4 to 6 years old. إذن اكتمل عقد الأفراس المشاركة في هذه الفئة، فئة الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات. لدينا مجموعة من الأفراس في هذه الفئة تتنافس المراكز الخمس الأولى والمراكز الثلاث الأولى للبطولات النهائية التي سوف تجري أيضا في هذه الأمسية ختام هذه البطولة، بطولة كأس قطر لمنتجي الخيل العربية الأصيلة.
إذن في هذه الأثناء أعزائي نشاهد تلك الأفراس بعملية الخروج من أرض الميدان لنستقبل وإياكم بعد لحظات أولى الجميلات بأرض الميدان. نبدأ بسم الله باستقبال أولى الأفراس. First mare to go. الفرس الأولى إلى أرض الميدان. إذن هذه أولى الأفراس أعزائي شاهدناها في أرض الميدان من خلال الحركة تعود الآن المشي ذهابا وإيابا أمام السادة الحكام. وأيضا لا يفوتني أن أرحب بالحكم المتدرب السيد سلطان المنصوري، له منا كل التحية والتقدير وأتمنى له التوفيق في عالم التحكيم بإذن الله، وهم دولة الإمارات العربية المتحدة له منا كل التحية والتقدير. Thank you. تنهي هذه الفرس ونستقبل الفرس التالية في أرض الميدان. Next, mare to go.
توني الفارس رقم 83 وتخرج من أرض الميدان باستقبال الآن الفارس التالية نيكس ميرتوغو. إذن نبدأ بسم الله بإعلان أولى النتائج أعزائي، ونبدأ بالنتائج للفرس رقم 81 عايشة الحمدان. هذه الفرس ملك مربط الحمدان. سكور بير نمبر 81 بور تايب الهوية العربية يونانيمس 19.5 19 ونصف من جميع الحكام. هيدا نيك رأس الرقبة 19.5 ما شاء الله. بدي الجسم 18 قوائم 16 one time and 6 times 15.5 movement الحركة unanimous 19.5 ما شاء الله 19 ونص جميع الحكام. total score 92.92 علامة ما شاء الله للفرس رقم 81 وهي عائشة الحمدان. Okay, next to go. إذن نعود لعلامات الفرس رقم 83 وهي جلاء الفارس. هذه الفرس ملك الأستاذ منصور مسعود المري. سكور بير نمبر 83 تايب الهوية العربية 18.5 19 18.5 هيدا نيك رأس ورقبة 18.5 19 19 18.5 19 body الجسم 17.5 18 and 18.5 legs قوائم 16 16
15.5 and 16 movement الحركة. 18.5 times 18 and 19. That has score 89.50. 89.50 مجموع علامات جلاء الفارس. 89.50. Thank you. Next mare, please. نعود للعلامات، والعلامات تعود للفرس رقم 85 غزلان المارونا، وهي ملك مربط المارونا. سكور بين نمبر 85 غزلان المارونا تايب الهوية العربية. 19 18.5 19 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
19.5 body الجسم 18.5 17.5 18.5 18.5 18.5 legs قوائم 15.5 6 times 1 time 16 movement الحركة 19 18.5 18.5 19 19 18.5 at 19 فتسكور 90.50 90.50 لغزلان المارونة الفرص رقم 85 Thank you. Next mare, please. إذن لدي الآن نتائج الفرس رقم 84 وهي عزوة الفارس هذه الفرس ملك الأستاذ منصور مسعود المري سكور من نمبر 84 وتايب الهوية العربية 19 يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيد النيك رأس الرقبة 18.5 18.5 18.5 18.5 19 at 19 body الجسم 18 18 18 17.5 18 18.5 and 18 legs قوائم
15.55 times 15 and 15. Movement, الحركة. 18.5 unanimous, 18.5, 18 ونصف جميع الحكام. Total score 89.50. 89.50 مجموع علامات إزواء الفارس. Do next mirror please. الفارس التالية. إذن لدي الآن نتائج الفرس 85 وهي سحاب المها. هذه الفرس ملك الأستاذ سعود سعد عبد الله الدهيمي. سكور بير نمبر 86 or type الهوية العربية 19.5 head and neck رأس الرقبة 19.5 20 body الجسم 17.54 times 18 and 18 legs قوائم 15.56 times movement الحركة 19 18.5 19 18.5 19.5 total score 90.40 90.40 مجموع علامات سحاب المها 90.40 You pray for the sunshine I pray Thank you الفرصة التالية إذن لدي الآن نتائج الفرس رقم 88 فرح أم العظام هذه الفرس ملك السيد ناصر محمد الهاجري سكوربين نمبر 88 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيد نيك رأس الرقبة 19 18.5 19 18.5 19 19 بادي الجسم 18 18 18 18 19 and 18 legs قوائم 15.5 15 14.5 15.5 15 15.5 15.5 movement الحركة 18.5 5 times 19 and 18
The score 89.70. 89 فاز 70 لفرح أم الإعظام. Next mare to go. إذن هذه آخر الأفراس في هذه الفئة. الفرس رقم 90 نعود إلى علامات الفرس رقم 87 جواهر المها. جواهر المها ملك السيد سعد عبد الله الدهيم. سكور بير نمبر 87 تايب هوية العربية 19 19 19 18.5 19.5 and 19. هيد أند نيك أربع رقبة 19 19 19 18.5 19.5 19.5 19.5 body الجسم 17.5 17.5 17.5 17.5 19 17.5 legs قواعد 15.5 15 15 15.5 15.5 15.5 15.5 movement الحركة 18.5 18.5 18.5 4 times total score 89.60 89.60 مجموع علامات جواهر المها. إذن هذه آخر الأفراس في هذه الفئة. الفرس رقم 90 شاهد الآن في اللحظات الأخيرة وبهذه الأثناء توضع العلامات لهذه الفرس. Last mare, this mare was last mare. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. Thank you, DC. This program is offered by إذن لدي الآن علامات الفرس رقم 89 فجر العديد. هذه الفرس ملك مربط العديد. سكور مير نمبر 89 تايب الهوية العربية 19 19 19 19 19 19.5 هيدا نيك رأس ورقبة 19 19 19 19 18.5 19.5 body الجسم 17.5 18 18 17.5 17.5 18 18.5 legs قوائم 15.5 15.5 15 15 15.5 and 16 movement الحركة 19 19 18.5 18.5 19 18.5 and 19.5 فتسكور 89.90 مجموع علامات فجر الأدبي. إذن بقي لدي نتيجة واحدة ونعلن صاحبات المراكز الخمس الأولى. كونوا معنا.
so you can rest assured that we have a pulse on the industry and will look out for you every step of the way. It's time to protect what truly matters. See Jarvis Insurance, protecting your passion so you can live your dream. This program is offered by بانتظار علامات 95 جموح الإب وهي ملكة مربط الإب. إذن نرجع الآن علامات الفرس 95 جموح الإف سكور في نمبر 94 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيدا نيك رأس ورقبة 19 18.5 19 18.5 body and jism 18 17.5 18 18 18.5 18 ليك قوائم يونانيمس 15 15 جميع الحكام ومت الحركة 19 19 19 19 18.5 19 score 89.90 إذا 89.90 مجموع علامات الفرس التي ذكرناها. ونعود الآن للمراكز وسوف يتفضل بتتويج الفائزات بهذه الفئة سعادة الشيخ حمد بن علي آل ثاني وهو مالك مربط مضر والمربي الرائع. نرحب به أجمل ترحيب سعادة الشيخ حمد بن علي آل ثاني سوف يتفضل بتتويج الفائزات. المركز الأول First place mare number 81 الفرس رقم 81 عائشة الحمدان وجمع 92 علامة ألف مبروك. Second place المركز الثاني mare number 85 الفرس رقم 85 نبارك لغزلان المارونة. Third place المركز الثالث mare number 86 الفرس رقم 86 مبروك لسحاب المها. Fourth place المركز الرابع mare number 90 الفرس رقم 90 جموح الإب. Fifth place المركز الخامس mare number 89 الفرس رقم 89 فجر العديد المبروك للفائزات الخمس تفضلوا. First place number 81 second place number 85 third place number 86 fourth place number 90 fifth place number 89. إذن نرحب بسعادة الشيخ حمد بن علي آل ثاني مالك مربط مضر الرائع والخبير الرائع في مجال الخيل العربية الأصيلة. شيخ حياك الله نورت المكان تفضل لتوج الجميلات في هذه الفئة. ونبدأ مع الرائعة التي حصلت على 92 علامة ما شاء الله عليها الفرس رقم 81 وهي عائشة الحمدان هذه الجميلة من الأب فارس الريان ومن الأم مزونة الشقب. وأيضا نبارك لمربط الحمدان الرائع ألف مبروك. المركز الأول لمربط الحمدان المميز ألف مبروك توج الآن هذه الجميلة مبروك ألف مبروك لمربط الحمدان المميز المركز الأول.
والمركز الثاني الجميلة رقم 85 غزلان المارونة، هذه الجميلة من الأب غزال الشقب ومن الأم ميدنايت بشون، ونبارك لمالكها مربط المارونة الرائع، ألف مبروك لمربط المارونة. المركز الثالث كان من نصيب الفراس رقم 86 أيضا الجميلة سحاب المها، ونبارك للسيد سعود سعد عبد الله الدهامي، ألف مبروك المركز الثالث. أو المركز الرابع كان من نصيب الفراس رقم 90 وهي جموح الإب، ونبارك لمربط الإب الرائع، ألف مبروك المركز الرابع. المركز الخامس كان من نصيب رقم 89 فجر العديد، ألف مبروك لمربط العديد الرائع، مبروك لكم جميعا، كل الشكر والتقدير لسعادة الشيخ حمد بن علي آل ثاني مالك مربط مضر والخبير الرائع المميز، افتخر فيك ما شاء الله عليك شيخ. إذن كمان شوي رح نكون مع الفئة الثانية للأفراس بعد لحظات بإذن الله، كونوا معنا في هذا اليوم الرائع.